الثالث من مجموعة أشواط الفترة الصباحية في هذا اليوم. تهانينا لجميع الفائزين بالأشواط الأولى في هذا اليوم. تهانينا لمالك زاهية مطر بن علي بن سعيد بالسعودي الاكتبي، والتهاني أيضا لمالك مزيان سالم متعرض العفاري. ونقول لك يا أبو محمد مزيان بالزاف تهانينا والناموس على هذا الفوز. نتجه مشاهدينا الأعزاء إلى المركز الأول في هذا الشوط، والغزيل على الصدارة لسالم ربخيت بن راشد المنصوري، تلي الغزيل على المركز الثاني هنا شعار مبارك بن محمد بن زايد الخيارين شرف على المركز الثاني. المركز الثالث هنا التسلل من قبل جميلة لسيف بن علي بن سيف الاكتبي على المركز الثالث. ننتقل ونواصل بنداءنا وبإذاعتنا إلى المركز الرابع، كنز جار الله بن جهويل المري، وهذه كنز على المركز الرابع. بينما دور المركز الخامس والقدوم من الزعفرانة أو هنا الضويمر لراشد بن سعيد النابت المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، ونعود ونتحول إلى صدارة الشوط وإلى الغزيل من تقود المسار وتسيطر على صدارة الشوط وعلى المركز الأول. سالم بن بخيت بن راشد المنصوري، وأول كيلو مترين تقضي من مسافة الخمسة كيلو مترات ويتبقى ثلاثة كيلو مترات. المركز الثاني لبارك بن محمد بن زايد الخيارين واسمها شرف، التضمير مع عتيق بن حمد بن قريع المري، مضمر ربدة من أو مضمر وبرة من حلت وصيفة في الشوط الأول الرئيسي للقاية البكار. المركز الثالث الوصول من جميلة لسيف بن علي بن سعيد الاكتبي، وأيضا عتيق بن قريع هو مضمر الصايل من منافسة مشرفة في الشوط الأول الرئيسي للقعدان. المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء كنز جار الله بن جهويل المري، تتقدم كنز مع قلب الأسد القطري في هذا الشوط. المركز الخامس الوصول وأول نداء وتدخل في هذه اللحظات من حاملة الرقم 20 واسمها وصفة لسليمان بن رويشد الجهني. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، ونعود إلى الغزيل لسالم بن مخيت بن راشد المنصوري. هذه الغزيل يا متابعين، هذه الغزيل تنطلق على المركز الأول وهي سيدة الموقف حتى هذه اللحظات وآخر 2 كيلومترات. إلا الملاحقة للغزيل، اللي تلاحق الغزيل شرف 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 وتريد عن شرف الفوز، تبحث عن شرف الفوز وعن هذا الشرف الكبير والعظيم هو انتزاع المركز الأول. ولكن الغزيل هنا على صدارة الشوط، قامت راس وستنهي راس إن استمرت وواصلت على هذا المنوال. الملكية لراشد بن سعيد أو هنا لسالم بن مخيت بن راشد المنصوري، شرف على المركز الثاني. تعود ملكيتها لمبارك بن محمد بن زايد الخيالي العتيق بن قرع في التضمير. المركز الثالث جميلة سيف بن علي بن سعيد الاكتبي. المركز الرابع والوصول في هذه اللحظات من كنز لجار الله بن جهويل المري، وخامس المراكز وصفة لسليمان بن رويشد الجاني 1500 متر. وسنبقى مع المعركة القائمة على الصدارة، ولكن الانطلاق من الغزيل سالم بن بخيت بن راشد المنصوري. يا سلام يا سلام يا سلام على انطلاقة الغزيل في هذا الشوط وعلى هذا المسراح الفنان والانطلاق الفنان. هذه الغزيل والعصا قوس قوس مثل قوس الربابة يا المنصوري. يا سلام يا سلام، شرف على المركز الثاني لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين 1200 متر. ولكن الغزيل تنطلق، وأيضا جددت المرباع في هذه اللحظات ولها حق انها تنداع الغزيل، وإذا بيلحقنا أو بتلحقنا بكرة من ابكار الغير فبطبيعة الحال الغزيل لها بالمرصاد في هذا الشوط. الكيلو متر الأخير، الكيلو متر المثير، والغزيل مشاهدينا
إلى عزات يسيطر على ناموس الشوط، ويبدو بأن الشوط إلى عزبة المنصوري، إلى عزبة المنصوري سالم ربخيت بن راشد المنصوري في هذا اليوم. يا سلام يا سلام يا سلام، الله على الغزيل وعلى انطلاقة الغزيل وعلى تميز الغزيل. 700 متر والغزيل بعيدة كل البعد عن المنافسين، عن المطاردين، عن الملاحقين. الله يا سلام يا سلام، شكل واداء فنان وعرض ممتاز، والعصا قوس وبدون اي تعليمات تختطف ناموس الشوط. ولكن دير بالك، ارى شعار السعودي قادم 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 قادم. الله يا سلام يا سلام، شعار زاهية قادم على المركز الثاني، شعار بالسعودي جميلة لسيف بن علي بالسعودي نكتبي. ولكن الغزيل، ولكن يا بالسعودي نبى غير الغزيل يا اخوي، الغزيل صعبة في هذا الشوط. تهانينا تهانينا لمالك الغزيل على هذا الأداء الممتاز. والتوقيت في خطر يا المنصوري، التوقيت في خطر في خطر في خطر من الغزيل. هذه الغزيل تشن الهجوم على خط النهاية وتهدي السلام محمل لمالك الغزيل سالم ربخيت بن راشد المنصوري. تهانينا يا سالم، تهانينا تهانينا على هذا الفوز، لحظات الوصول تهانينا. والناموس المركز الثاني، المركز الثاني هنا الوصول من كنز لجار الله بن جهويل المري. المركز الثالث جميلة لسيف بن علي بالسعودي الاكتبي. المركز الرابع مسيرة لصالح بن مسلم بن عقيل. المركز الخامس الجزيرة لمحمد بن تويم الهاجم. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، وهذه الغزيل من قامت راس وأنهت أمور هذا الشوط راس، وهذه الميزة لا تتواجد ولا تتميز بها إلا السبوق. هذه الغزيل بالفعل توقيت مميز رغم التعليمات الخفيفة والطفيفة. 7 دقائق 33 ثانية، 80 جزء من الثانية، عرض ممتاز وتوقيت ممتاز وأداء ممتاز. تهانينا لمالك الغزيل سالم بن بخيت بن راشد المنصوري. تهانينا وناموس يا مالك الغزيل سالم بن بخيت بن راشد المنصوري. المركز الثاني، المركز الثاني كان الوصول من كنز، 7 دقائق 41 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لمالك كنز جار الله بن جهويل المري. بينما المركز الثالث كان الوصول من جميلة، جميلة على المركز الثالث، 7 دقائق 41 ثانية، 36 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك جميلة سيف بن علي بالسعودي الاكتبي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.